هذه تحديات إقليمية، ولكن هل العراق الآن يعيش باستقرار أمني؟ وأيضا ستكون العملية الانتخابية تحت ظل كابينة أمنية، ناحية أمنية ممتازة جدا دون أي خروقات كما اعتدنا على هذه الخروقات أو محاولات للخرق الأمني في السنوات السابقة؟ مؤشرات، هناك مؤشرات على الخروقات، أو هناك مؤشرات في نية إحداث خروقات، هذا موجود. ولكن القوات المسلحة وأجهزة وزارة الداخلية، هناك جدية كبيرة في هذا الملف. سيد رئيس الوزراء يعني أعطى اهتمام بأولوية قصوى بقضية الأمن الانتخابات. يعني يوم 18 واللي قبله واللي بعده، كل يعني فعاليات الانتخابات التي تجري أعطاها أولوية قصوى. وإحنا شاهدنا الإجراءات الشديدة عندما يحصل يعني خرق أمني معين، شفنا الإجراءات الشديدة اللي تتخذ من أعلى الهرم العسكري ونزولا. لهذا نعتقد يعني يجب أن لا نقول أن ليس هناك خروقات أمنية، هناك نية في حصول خروقات أمنية، ولكن بالمقابل هناك أجهزة استخبارات تتصدى لهذه الخروقات، أمن وطني قوي ولديه قدرات وإمكانيات يعني كبيرة. يعني وخاصة بوجود يعني على رأس جهاز الأمن الوطني الأخ الفريق عبد الكريم البصري، ووجود معالي وزير الداخلية وجديته المعروفة بسبب كونه يعني يمتلك خبرة واسعة، وخاصة هو كان قائد عمليات بغداد لفترة طويلة. وأيضا وزارة الدفاع الآن يعني كل مواردها هي بيد قيادة العمليات المشتركة. إذن إحنا أمام مشهد يعني يجب لا يكون، حتى الخطط التي وضعت يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار أن جهد الاستخبارات فعال راح يكون في هذه المسألة، وهو الذي يغذي هذه القطاعات التي ستنتشر. في مع العلم أن ليس هناك بلعة تجوال في يوم 18، هناك يعني ذكر هناك سيكون حظر تجوال جزئي. الجزئي يعني ليس حظر تجوال، يعني جزئي ساعات معينة، أوقات معينة، في توقيتات محددة، ولكن حرية التجوال موجودة لدى الناخبين. يعني بإمكانك أن تتحرك بسهولة لأي مكان تريد،